السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الإعدادي وطلاب الدورة الإلكترونية حصرا. اليوم رايحين وياكم على حل تمارين اللي موجودة بالبيج 20 في الصفحة 20. الملزمة موجودة عندكم هنا كجمل مهمة في المعنى، هنا نحتاجها كمعنى لأنه راح تجينا بمكانات أخرى نقرأ ونترجم فقط ونركز على الكلمات المهمة. My shoulder hurts ظهري، shoulder ظهري، hurts يؤذيني، وhurts تجي فعل هنا I did it playing tennis يعني صار بي من لعبة التنس. I parent parent يعني معناها حرقت. My finger أصبعي on the oven في الأوفن في الفرن. وعندنا أيضا I have got a broken leg عندي ساق مكسور، هاي نركز عليها الكلمات. I fractured أنا كسرته it in a motorbike accident في حادث دراجة. النقطة الرابعة هنا I feel dizzy أنا أشعر بالدوار دوخة أو الدوار dizzy. I need to lay down أحتاج أن أستلقي على ظهري أنا أقصد. وخمسة I have got a pain عندي ألم a pain عندي ألم in my knee ركبة هنا أيضا مهمة. It's really swollen swollen أيضا مهمة بالأحمر كله مهم متورم هاي معناها أنتوا ترجموا وياي. نقطة سادسة I have got a terrible headache. terrible headache يعني صداع مزعج. Can I have some pain killers ممكن أنه أخذ أقراص أو حبوب يعني الصداع. نقطة سبعة I have got a sore throat أني عندي التهاب بالحنجرة. It hurts so much هي تؤذيني كثيرا أو تؤلمني. I have temperature of 39 degree عندي درجة حرارة 39 يعني مرتفعة درجة الحرارة عنده. و I have a very bad cold عندي برد قوي أو فلاونزا يعني أقصد. I can't stop sneezing لا أستطيع إيقاف العطس. الجملة اللي وراها عشرة I need this bucket يعني أحتاج إلى هذا الدلو أو السطل because I think لأن أعتقد I am going to be sick. إحنا sick تجي تقيأ مو مريض. 11 I have got a bad wrist. wrist يعني المعصم اللي هذا اليم بالإيد يعني نهاية الكف. I sprained it يعني لويته. lifting في رفع ويت الأثقال in the gym في النادي. نقطة 12 I twisted my ankle. I twisted my ankle يعني أنا لويت كاحل قدمي ankle playing football أثناء لعبة كرة القدم. وعندي هنا 13 my toes bleeding يعني إصبع قدمي ينزف. I cut it on a piece of glass on the beach يعني كات جرحته في قطعة الزجاج على الشاطئ البيتش اللي هي. 14 my lips are really dry شفاهي شفتي يعني الشفاه lips are really dry هي حقا جافة and sore ومتقرة. هاي الكلمات راح تجينا بتمارين أخرى وهاي موجودة طبعا في كتاب student book بالكتاب الملون. احنا خليناها بالملزمة عزلناها ومكتوب عليها مهمة في المعنى. نجي على التمرين ورقم واحد اللي هو حفظيات املاء. write the words اكتب الكلمات below اسفل in the correct set. in the correct set يعني في مجموعات صحيحة. there are 5 words in each set في كل مجموعة. هاي المجموعات هذولي كل مجموعة بها 5 كلمات من هذول الكلمات. انتوا تابعوا وياي وترجموا حتى تعرفون معنى الكلمات. انكل اللي هي الكاحل. باندج نفسه باندج. البلود دم. بونز عظام. بريث يتنفس. كف يسعى ليقح يعني. كريم نفسه كريم. دهن يعني البو. مرفق. فينت يغمى عليه. هارت قلب. ني ركبة. وميديسن دواء. وبلاستر نفسه احنا بلاستر نستخدمه. بيلز حبوب أو أقراص. شولدر كتف. وسكين بشرة تجي. وسنيز يعطس. وستمك معدة. وسولو هنا يبتلع. ورست عندي الرسغ أو يعني المعصم اللي احنا أخذناه فوق بهذه التمرين. راح نجي نقسم هاي الكلمات اللي هن 20 كلمة كل مجموعة تأخذ 5 كلمات. تريتمنت العلاج
بعدين joints أم التي هاي شوفوا join أخذناها بمحمد خضير join التحق بس تخلي لها تي تصير joint وتصير اسم joint يعني مفصل وjoints هنا جاية مفاصل جمعها فإذا joint مفاصل وعندنا verbs الأفعال وعندنا inside and outside the body خارج وداخل الجسم هاي تجينا بالإملاء أنتوا بس تابعوا يا الانكر وين راح نخليها الانكر راح نخليها بالمفاصل اللي هي ثانية والباندج وين راح نخليها بالأدوية أو التريتمنت العلاج والبلود داخل وخارج الجسم أنتوا كتبوا بالملزمة بونز عظام داخل وخارج الجسم وبريت يتنفس تروح بالأفعال كف أيضا بالأفعال يسعل أو يعني نقول كريم بالأدوية بالعلاجات وعدنا ألبو بالمفاصل وعدنا فينت يغمى عليه بالأفعال وعدنا هارت قلب داخل وخارج الجسم وعدنا ني ركبة بالمفاصل أيضا تروح وعدنا مديسن اللي هو علاج تروح بالعلاجات وبلاستر أيضا بالعلاجات وبلز أيضا بالعلاجات وعدنا شولدر بالمفاصل وعدنا سكين البشرة داخل وخارج الجسم وعدنا سنيز بالأفعال وسنيز بالأفعال واستمك داخل وخارج الجسم وعدنا سوالو بالأفعال وعدنا رست بالمفاصل وخلاص كل واحدة شوف واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة اثنين ثلاثة أربعة خمسة كل واحدة صارت خمسة انتوا اذا نترتبوها بهذا الشكل تكتبوها كتابة تنقلوها اذا انتهى هذا التمرين وراح نروح على تمارين اخرى ان شاء الله تابعوا وياي